وبشكل خاص وحصري لعرب وود قابلت كاميرا البرنامج المنتج والمغني العالمي ريدوان اللي رد على كل الانتقادات اللي توجهت له في الفترة الأخيرة خاصة مع صدور أحدث أعماله المصورة سيدنا. ومن المعروف أن أغنية سيدنا كان عملها ريدوان بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس وشارك فيها نجوم كتير من المغرب زي دنيا باطمة وأسماء المنور ودوزي. العمل يعد الأول من نوعه من حيث عدد الأصوات المشاركة في تأديته اللي بلغت 15 فنان. التفاصيل كلها هنعرفها من رضوان في اللقاء التالي. أغنية من القلب. هابي بيرثدي سيدنا هي أحدث أعمال ريدوان وأهديها لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده تعبيراً عن حبه إله ويلي دايماً بيظهروا على حسابه الشخصي بإنستغرام. كان عندي حلم نعمل شي حاجة لواحد الإنسان اللي المغرب كان بغيوه هو ملكنا الله ينصره وهذه كانت هي الفرصة نعمله ماشي غير أنا بوحدي أنا والفن المغربي يعني الزارتيست المغربيين جمعت كلهم تقريبا كلهم جاوا واشتغلوا معنا وعملنا أغنية الحمد لله. أغنية نجحت الحمد لله الشعب المغربي ويعني مش غير الشعب المغربي يعني الناس من لاتين أمريكا الناس من أمريكا من أوروبا كلهم اتصلوا بي قال لي هذه الأغنية خيالي واخا ما فهمناش معنى الكلمات ولكن أغنية خطيرة فيها إحساس خيالي. الأغنية ضمت فنانين مغاربة كتير ولكن الغريب هو غياب أمينو كيس وزهير بهاوي عن المشاركة فيها. أنا عندي علاقة جيدة معهم ويعني هما especially أمينو كيس عندي علاقة personal ما كانش بإمكانه يجي كان مشغول كان عنده واحد فيديو كليب تبعه قال لي اسمح لي ما نقدرش نجي قلت له اوكي يعني ما نقدرش نلزم على شي واحد الا عنده اذا كان واحد بيزي عيد ميلاد سعيد يا سيدنا عيد ميلاد سعيد. وبهوي كان مشغول وكان صوته فعلا ما فهمت ان حلقه شاف بان الاغنيه ما تجيش مع حلقه قلت له اوكي. ماريا نديم كانت من ضمن الفنانين يلي شاركوا بالأغنية وروجت لها على حسابها بإنستغرام قبل طرحها ولكننا فوجئنا بحذفها من النسخة النهائية من الأغنية. هذه ستوبيد صراحة أنا الإنسان يفكر أن نلغيها من الكليب لأن لو كنا عاوزين نلغيوها من الكليب ما كنتش نعمل اسمها في الأغنية يعني كانت النية أن هي تكون في الأغنية ولكن وقع عطب في التصوير بتبعها احنا صورناها يعني مبدئيا لو ما كانش خصني ندخلها في الاغنيه ما نكتبش اسمها بحال مثلا حتى واحد ما هضر على امينوكس حتى واحد ما هضر على بهاوي حتى واحد بزاف ديال الارتيست ما دخلوش في الاغنيه حتى واحد ما هضر عليهم لان اسمه ما مكتوبش بما انا كتبت اسمها معنى النيه كانت خالصه وانا اعتذرت لها قلت لها اسمح لي لان الفيديو ما كانش وهذا الشيء كله عملناه في ظرف يوم ونص ماكسيموم يومين يعني انا كنت في المكسيكو كنت في لوس أنجلوس وجيت في 19 من الشهر 2021 خرجنا الأغنية 19-20 كملنا الأغنية فلهذا ما كناش عن الوقت نعيط ولا تجي تصور من جديد صافي. رغم تحقيق حلمه بالوصول للعالمية بالعمل مع أهم المغنيين العالميين مثل ليدي غاغا جينيفر لوبيز وإنريكي إغليسياس إلى أنه حب ريدوان وولائه لبلده بيجي قبل أي شيء. يعني المغرب هو وطني الأساس. وفي أبو ظبي تم الكشف في مؤتمر صحفي حضره لفيف من أهل الصحافة والإعلام عن تفاصيل حفل توزيع جوائز الإيمي بحضور أعضاء لجنة التحكيم. واضح كده يا جوري أن اختيار اللجنة السنة دي كمان كان مركز أكتر على النجوم الشباب زي مشاركة عمرو يوسف وصبا مبارك وأروى جودة وديما الجن. أعضاء اللجنة كلمونا عن معايير اختيار الأعمال المشاركة وكمان مدى افتقار السينما والدراما التلفزيونية للجرأة. كل سنة
عندنا الملايين حول العالم بيستنوا الإيمي أوردز، بما إنها من أقوى الجوائز عالمياً في مجال الدراما والإنتاج التلفزيوني. ومن ضمن فعاليات المسابقة جولة تحكيمية في أبوظبي بتأتي تمهيداً للجولة النهائية اللي هتعقد في نيويورك نوفمبر المقبل. تم اختيار الفنانين المشاركين في التحكيم من خلفيات وجنسيات مختلفة، ومن ضمنهم ديما الجندي اللي ما كانتش راضية قوي عن مستوى الأعمال المشاركة. هلا مبدئيا نحن هاي السنة عم نعمل تقييم لشورت سيريز اللي هي مسلسلات قصيرة مختلفة من جنوب أمريكا ومن دول أخرى. إن جنرال أنا ما شفت شيء ملفت كتير على الصعيد الإنتاجي، ما في شيء مبهر بصريا. الأعمال كانت تتراوح بين الجيد إلى حتى أقل من جيد. أما أروى جودة فكان رأيها عكس ديما تماماً وأعجبت بأكثر من عمل. هما السيناريوهين أكثر حاجتين شدوني، فكرة الإنترنت والسوشيال ميديا، إزاي ممكن بنت صغيرة تينيجر في المدرسة ممكن الإنترنت يدمر حياتها. تانية كانت برضو ليها دعوة بالسوشيال ميديا، ست متجوزة بقالها 40 سنة وجوزها اكتشف انها بتخونه على السوشيال ميديا، عمرها ما عملت اي حاجة مع اي حد، وانه ازاي زواج بقاله حاجة و40 سنة ممكن يتدمر من لحظة زي دي. معايير اختيار وترشيح الأعمال كانت سرية للغاية وغير مخول للجنة التحكيم الإعلان عنها، ولكن بعض أعضاء اللجنة كانوا سلسين في الإجابة وصرحوا ببعض التفاصيل، منهم الممثل الأمريكي الفرنسي صاحب الأصول المغربية سعيد التغماوي. It's basically the subject and the direction. What kind of direction they used. That's the main thing to decide which one it's better than the other one. أما صبا مبارك فدي المشاركة الثالثة ليها على التوالي بالمهرجان، وبما إنها أصبحت محكمة مخضرمة حكت لنا عن كواليس التحكيم. اللي ما بنشوفوها إنه أنتوا بتشوفونا قاعدين هون هيك مؤتمر صحفي وبنحكي بشكل جد، إحنا لأنه صرنا متعودين على بعض بنشوف بعض كل سنة، فزي كأنه بتعرفي هذا العشاء العيلة تبع الكريسماس إنه العالم بتروح بترجع بعدين بيقابلوا بعض، فهيك إحنا كل سنة بنرجع إنه إيه وكذا بنكون مبسوطين يعني it was a nice day. اليوم كان يوم أخف من العادة، بالعادة بيكون من الصبح بكير لبالليل يعني بتكون عم نشوف أشياء طويلة السنة لأنه عم نحكم على فئة المسلسلات اللي مدة الحلقة فيها قصيرة مش طويلة، يعني ما طول البانل كتير بس it was a good catch up. أما عمرو يوسف فتجربته في التحكيم على المسلسلات دي خليته يعتز أكتر بالدراما العربية. المستوى كان كويس، لكن اللي أنا أقدر أأكد عليه إن إحنا مستوى الأعمال اللي عندنا جيد جدا 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 وقادر على المنافسة بشكل كبير جدا جدا، إحنا بس بنخاف أو ما بنفكرش بالطريقة دي. ودي كانت شكوى عامة كنا بنتكلم فيها النهاردة، إن المنتجين بعد ما بيعرضوا المسلسل أو بيبيعوه على إحدى القنوات ما بيفكروش إن هم يقدموا إن المسلسل يخش جوائز الإيمي وياخد جائزة أو كده. لكن باسم ياخور اختلف معاه تماما في رأيه وشاف إنه لا يوجد وجه مقارنة. بسهولة بتحكي برا اللي بدك اياه وبتقولي وبتعملي اللي بدك اياه، فبتشتغلي مادة فنية انت مرتاحة فيها في التعبير. نحن عندنا الكاتب بيمشي بحق الألغام لحتى يوصل فكرة، فبيتعب كتير لحتى يقول اللي بده يقوله بدون ما يكتبه. لاحظي بيقول اللي بده يقوله بدون ما يكتبه بشكل واضح او مباشر او يستفز ان كان المجتمع او السلطة او المؤسسة الدينية او الى اخره. بالنهاية اكيد بنتمنى الاعمالنا العربية تكون مشاركة في المسابقات اللي زي دي، ومستنيين نشوف المرحلة القادمة من الإيمي أوردز. اهلا بكم مرة تانية. ب 138 فيلم بدأت فعاليات الدورة الجديدة لواحد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية وهو مهرجان تورونتو. ال 138 فيلم بيضموا أعمال لكبار مخرجين أمثال ستيف ماكوين وبحضور نجوم كبار كمان طبعا في مقدمتهم جوليا روبرتس وستيف كاريل. افتتح المهرجان لأول مرة بفيلم من إنتاج نتفليكس وهو أوتلو كينج لكريس باين اللي ظهر على ريد كاربت ببيرن ريد بليزر ونيفي تراوزرز من تصميم كانالي. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce. Join us to free Ireland.
ومع نجاح فيلمه بلاك كلانزمان ظهر جون ديفيد واشنطن الابن الأكبر لدينزل واشنطن على السجادة الحمراء بعرض فيلمه مونسترز اند مان يلي عرض لأول مرة بمهرجان ساندانس مايو الماضي. Gonna keep getting shot. You're under arrest. I didn't do nothing. And cops are gonna keep getting off. But you have a ticket out. وكان من المقرر إنه يقدم دريك عرض قبل Monsters and Man يلي اشترك فيه كexecutive producer ولكن تم إلغائه بسبب تضارب المواعيد. أما ليا سيدو فقد اختارت الريش الملون لحضور العرض الأول لفيلم كيرسك. ويلي بيدور حول كارثة غواصة كيرسك. كما حضر بجانبها مخرج العمل توماس فينتربرغ والكوستار ماثايس سوناتس. كابتن، we heard something happened to the Kursk. العروض الأولى استمرت حتى منتصف الليل حيث عرض فيلم The Predator قبل عرضه للجمهور منتصف سبتمبر. وظهرت نجمة العمل أوليفيا مان بفستان جوناثان ساكاي أبيض ملائكي، فيما تغيب مخرجه تشين بلاك عن السجادة الحمراء من بعد الانتقادات اللي طلته بسبب اختياره ستيفن وايلدر ستريجر المدين بفضائح تحرش للمشاركة بالعمل من دون علم باقي الكاست. لسه ايرادات الموسم السينمائي الحالي في الصراع مستمر، والاسبوع اللي فات كان معانا حوار شيق جدا مع المنتج احمد السبكي، اتكلمنا فيه عن تضارب الايرادات وكمان هاجم المنتج فاروق صبري رئيس غرفه صناعه السينما، وده بعد ما كشف عن حقيقه الايرادات من خلال برنامجنا، واكد كمان ان فيلم الديزل جه في المرتبه الثالثه، لكن الحقيقه ان هجوم السبكي لسه مستمر. اكيد ما انتهاش يا خليل، لان المنتج احمد السبكي عنده فيلم تاني هو فيلم بيكيا لمحمد رجب اللي شاف ابطاله ومخرجه محمد حمدي ان الفيلم اتظلم، خاصة بعد ما انتشرت بعض الأخبار اللي أكدت أن السبكي استغل قاعات عرض بيكيا لصالح فيلم الديزل لمحمد رمضان. بس المنتج أحمد السبكي كان ليه رأي تاني أعلنه مع الزميل أشرف صادق اللي أجرى معاه الحوار. لو عايز أرد على المخرج هرد عليه كتير، بس أنا مش عايز أرد، خليه في حاله، ظلمته اللي بيظلم يتحاسب. المنتج أحمد السبكي بيرفض الرد على اتهامات المخرج محمد حمدي ليه بظلمه فيلم بيكيا، وندمان بشدة على عرضه في موسم عيد الأضحى. أكبر غلطة ليا إن بيكيا كان ينزل في العيد، وأنا كان نفسي إن الفيلم ما ينزلش عيد، بس بطل الفيلم كان نفسه فيلم ينزل في العيد. على جنبنا يا اسطى، أصلي ماليش واسطى. برغم ضعف إيرادات بيكيا وتزايله لأفلام العيد، إلا إن منتجه مستمر في الدفاع عنه لآخر مدى. بيكيا هفضل أحافظ عليه لحد ما يعلى إيراده أكتر من الفيلمين اللي عملهم قبليه. بإذن الله يعني، وأنا ما ظلمتش بيكي على فكرة، وبيكي فيلم حلو وهيشتغل وهيفضل الفيلم موجود في دور العرض اللي هي تبعنا لحد ما يعلى إيراداته. المنتج أحمد السبكي انتقد وليد منصور في أزمته مع محمد رمضان. عيب إن يقول كده، عيب، ما يصحش. محمد رمضان لمثلك على طرف، ولا قال لك انت بتعمل ايه، ولا ليه علاقه بفيلم البدله، ولا ليه علاقه بيك. محمد رمضان يقول انا نمره واحد، ما يقول انا نمره واحد. ما تامر حسني يقول انا نمره اتنين، ولا انا نمره واحد فوق الواحد. كل ممثل وكل نجم عايز يبقى نمره واحد، ايه المشكله يعني؟ وكمان ليه راي خاص في الاغاني اللي قدمها محمد رمضان في الفتره الاخيره. محمد رمضان حابب ان يعمل اغاني يعمل اغاني، حابب ان يمثل بيعمل يمثل، حابب ان يعمل مسرحيه بيعمل مسرحيه، حابب ان بيعمل مسلسل بيعمل مسلسل. كل واحد بيحب اللي بيحبه بيعمله. اتحدى اي حد اسمع غرفه كلامي نازل يلسع مروه. السبكي فخور جدا بعرض افلامه على شاشه روتانا، واخرها فيلم عشان خارجين واللي هيعرض قريبا جدا. عرض افلامي على روتانا ده شيء مبهج ليا، وضمان ان كل المشاهدين هيشوفوا كل افلامي على قناه روتانا. أنا بقول لمشاهدي روتانا شوفوا أفلامي كلها على قناة روتانا. البس عشان خارجين، جواب اعتقال، الماء والخضرة والوجه الحسن، 30 يوم في العز، حملة فريزر. يلا بينا نلعب، يلا يلا بينا نرقص، يلا العب العب العب.
ايه دلوقتي يا خليل؟ معانا زور اللقاء مع المخرج كريم السبكي، مخرج فيلم الديزل، اللي الحقيقه قدر الزميل اشرف صادق انه يخليه يحط في اللقاء ده النقط على الحروف في موضوع صراع الايرادات الحالي في السينما. ده غير انه طبعا كان ليه رساله شديده اللهجه ووجهها للمنتج فاروق صبري رئيس غرفه صناعه السينما بعد ما نشر ايرادات الافلام الحقيقيه في لقائه معانا. وكمان ابنه وليد صبري المنتج المشارك في فيلم البدله لتامر حسني واللي متصدر شباك التذاكر لحد دلوقتي. في ناس كتير واخده موقف من محمد رمضان فبتهاجم محمد رمضان لمجرد الهجوم، ما ينفعش حد يهاجمه عشان مش عاجبه اغنيه عملها البطل بتاع الفيلم. ده كان كلام المخرج كريم السبكي عن فيلمه الديزل، بغض النظر عن الآراء اللي بتتكلم عن تغيير شخصية محمد رمضان بعد النجومية. محمد أنا لا يعنيني تغيره في حياته، أكيد طبعاً النجومية والتطور فرقت معاه طبعاً في شخصيته وفي كل حاجة بتحصل، لكن اللي يعنيني أكتر محمد كممثل وإحنا بنعمل الدور أو بنعمل الشخصية. وكشف سبب تغيبه عن حضور العرض الخاص لفيلم الديزل هو وبعض نجوم الفيلم. نسخة خرجت كان بقالي كذا يعني كان بقالي فترة طويلة صاحي وروحت نمت وصحيت بعد العرض، يعني ما قدرتش انزل فعلا. وهاجم اللي بيتكلموا عن غياب هنا شيحه عن العرض الخاص بسبب حذف بعض مشاهدها. هنا ما تشلهاش مشاهد او هنا تشلها مشاهد على حساب مين؟ سمعت ان هنا شيحه تشلها مشاهد على حساب محمد رمضان، ده كلام عيب ما يصحش اللي بيقوله مش فاهم حاجة. إذا كان محمد رمضان نفسه ما قعدش في المونتاج وفي مشاهد كتير اتشالت لمحمد نفسه. كريم حكم صوت العقل في أزمة الخلاف الكبير بين محمد رمضان ووليد منصور منتج فيلم البدلة اللي وصلت للقضاء. أتمنى الصلح بس في الآخر اللي اتغلط في حقه هو محمد رمضان فهو صاحب قراره. التوقيت نفسه غلط، انت كده ما بتهاجمش محمد رمضان لوحده، انت كده بتهاجم محمد رمضان والفيلم بتاع محمد رمضان اللي بيتعرض. ليه بقى في صراع على مين رقم واحد؟ الغلط ابتدى من البدعة اللي طلعت من كذا سنة وفكرة نشر الإيرادات، لأن في الآخر مفيش حاجة بتحكم الإيرادات اللي بتطلع. ابنك دخل سكة مش عارف آخرها. وكشف رأيه عن أفلامه اللي قدمها في السينما سواء مع محمد رمضان أو آسر ياسين. لو جيت تكلمني دلوقتي عن قلب الأسد هقولك مش راضي عنه. لو جيت تكلمني دلوقتي عن من ظهر راجل هقول لك كان ممكن يبقى احسن. لو جيت تقول لي على الديزل انا من وجهه نظري برضو الفيلم كان يطلع احسن من كده. ماشي السليم بيقوى يا باشا. هيفاء وهبي يا جوري شكلها خارجه من قصه حب فاشله. ليه بتقول كده يا خيي؟ على فكره هيفاء ست جميله جدا وبيحبها كل الناس. ومحدش قال حاجه بس انت شكلك ما سمعتيش البومها الجديد لانها بتقدم في الالبوم 15 نصيحه للستات ضد الرجاله في 15 اغنيه في الالبوم. وليه ما تقولش ان هي بتفكر بطريقه مختلفه في مواضيع اغانيها عشان كده هي بتسوى للالبوم بشكل جديد وفعال. والله هي دي اراء بتختلف من شخص لتاني بس اللي هيكلمنا عن ده اكتر هما الناس اللي شاركوها في البومها الجديد حواء. البدايه مع صوره غلاف الالبوم اللي نشرتها هيفا على انستغرام وظهرت فيها وهي داخله بانيو وكتبت عباره ادم اقترب قليلا لكي اخبرك ان حواء ما هي الا الذ البلاء. هيفا اللي من سنتين قامت باستبدال مدير اعمالها السابق مصطفى السرور بالملحن محمد وزيري، اختلفت طريقه ترويجها للالبوم عن السنوات السابقه، فاختارت طرح الاغنيات على ايام مختلفه على يوتيوب بدلا من طرحه بشكل مجمع. بص لي هنا كده وبلاش الرغي ده كل كلام حواديت، الحب يا روحي ده اول سكه اخرها اتنين في البيت. والالبوم حقق ردود فعل ايجابيه مش بس مع الجمهور ده كمان نال اشاده كبيره من عدد كبير من الفنانين والموسيقيين. بص انا عجبتني قوي الغنوه الكلمات احمد علاء اللي اسمها ست البنات حلوه جدا، وفي غنوه اسمها صباح ورد حلوه قوي، وفي غنوه اسمها مزيكا هادي، دول حلوين يعني. والسي دي كله كمان هايل يعني. المزيكا فيها تطور، فيها توزيعات حلوه جدا واختياراتها موفقه، وعجبتني اغنيه وحشني واغنيه هفضل. انا
شايف من احسن البومز نزلت في الصيف، مش انا شغال فيه فعلا، وهيفا تفوقت على نفسها. ومن اسم الالبوم حوا بيظهر انه بيتضمن رسائل دعم وتشجيع للنساء في مواجهه الرجال. ومع طرحها اغنيه صباح ورد، وجهت هيفا رساله كتبتها على انستغرام، قالت فيها: الى كل البنات العازبات، لا تكن خيارا، كن اولويه. صباح ورد كلمه جد، هبقى انا ليك لوحدك، يوم هنبقى البعض، ما اقبلش اني اشارك حد. اما اغنيتها مزيكا هاديه، فبتعتبر رساله للمراه اللي بتعاني من الوحده، وكتبت جمله من كلمات الاغنيه على واحده من صورها بالانستغرام، وقالت فيها: اسلوب حياتي اهم اسباب انبساطي، مين اللي قال الوحده صعبه؟ بالعكس انا في احسن حالاتي. مزيكا هاديه وقاعده على ترابيزه فاضيه بكرسي واحد بس ليا. اما مفاجاه الالبوم فكانت قيام هيفا بكتابه كلمات اغنيه هفضل، واللي لحنها مدير اعمالها محمد وزيري، وعلقت عليها من خلال انستغرام وكتبت: نساء اقوياء، عالم اقوى. وقدرت الاغنيه تحقق ملايين المشاهدات بعد ايام من طرحها. اصلا لو حبي هيعطلني ولو انت هتأخرني انا همشي بسهوله. واغنيه هفضل هيفا بجانب التجديد في الكلمات حاولت تقدم شيء مميز في اللحن والتوزيع. هفضل هي ستايل مونباتون، هو مشهور دلوقتي جدا بره، بيتعمل كتير، ما قربناش عنده برضه في مصر. هيفا بتغني في بارت معلهوش اي جروف، هي بتعتبر ان هي بتغني في الفاضي، والجروف كله بيحصل بعد ما يتبطل غنى، وده كان ستايل جديد. ومع طرحها لأغنية إجمادي، كانت الرسالة اللي واجهتها هيفا هي: لما يحس إن أنت مشيتي، بكرة يلف الدنيا عليك. يوم من الأيام هتحلم يبقى بينا كلام. أما أغنية في يوم من الأيام فهي مهداة من هيفا لكل شخص دق قلبه في يوم لشخص ما يستحقوش. وهنروح دلوقتي للبوكس أوفيس العالمي اللي اتغيرت معايير المنافسة فيه الأسبوع ده، واللي فعلاً كان مفاجأة للجميع. كان فيلم بلاك كلانزمان المركز العاشر لهالأسبوع، حيث بلغت إيراداته بشباك التذاكر الأمريكي 1,565,000 دولار. الفيلم من بطولة أدم درايفر وجون ديفيد واشنطن. Knights of the Ku Klux Klan. That's us. Stalwart Brothers. We're on a roll, baby. وبالمركز التاسع جاء فيلم ألفا لمارتن فريمان، متراجع عن مركزين عن الأسبوع الماضي ب2,505,000 دولار. أما فيلم أوبريشن فاينل لأوسكار آيزاك وبن كينغزلي فجأ بالمركز الثامن بتاني ويكند لعرضه، متراجعاً 4 مراكز عن الأسبوع الماضي بإيرادات 3,043,000 دولار. وبالمركز السابع أجا فيلم ديزني كريستوفر روبن بإيرادات 3,196,000 دولار، وهو من بطولة إيوان ماكغريغور وهيلي أتفورد. وأجا فيلم ميشن امبوسيبل فول أوت لتوم كروز وهنري كافيل بالمركز السادس، متراجع عن 3 مراكز عن الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 3,800,000 دولار. This is a bad idea. Is it ever a good one? أما فيلم Searching لجون تشو ودابرا ماسينغ فاحتفظ بالمركز الخامس للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات 4,515,000 دولار. Their keychain. Oh, she was my best friend. You broke his jaw. I know my daughter. I'm trying to help you find my daughter. وبالمركز الرابع جاء فيلم The Mag لجيسون ستاثام بإيرادات 6,030,000 دولار، بتراجع مركزين على الأسابيع الثالثة الماضية. وحصد المركز الثالث فيلم بيبرمنت بأول ويك أند لعرضه بإيرادات 13,260,000 دولار، وهو من بطولة جينيفر غارنر، وبتدور أحداثه حول سيدة بتحاول الانتقام من أشخاص دمروا حياتها.
top man and now gone. How you really think this is gonna go? وبالمركز الثاني اجا فيلم Crazy Rich Asians من بعد احتفاظه بالصدارة على مدار الثلاث أسابيع الماضية بإيرادة 13 مليون و 600 ألف دولار. الفيلم من بطولة هاري جولدينغ وكونستانس وو. I want to marry her. You're Nicholas Young. You're untouchable. أما الصدارة فكانت من نصيب فيلم الرعب The Nun حيث حقق إيرادة 53 مليون و 500 ألف دولار بأول ويكند لعرضه. وفي الأيام الأخيرة أثار مشاركة الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو في الفيلم الجزائري أحمد بي جدل كبير جدا في الجزائر، وده لأن المشاركة دي جت بعد اتهامه مؤخرا في قضية اغتصاب. فالبعض شايف أن الفيلم أحمد بي فيلم تاريخي غير مقبول مشاركة جيرارد ديبارديو فيه، والبعض الآخر شايف أن الجزائر فيها فنانين كبار يحق ليهم المشاركة في العمل بدلا منه. كمان برنامج دخل بشكل حصري كواليس تصوير الفيلم المنتظر ورصدت تفاصيله، وكمان آراء المشاركين في انضمامه للعمل. البداية كانت مع إعلان سميرة حاج جيلاني بالاشتراك مع وزارة الثقافة الجزائرية عن انطلاق تصوير فيلم تاريخي جزائري جديد عن إحدى أبرز الشخصيات التاريخية الجزائرية المقاومة للاحتلال الفرنسي، وهو أحمد باي، قائد أطول مقاومة شعبية ضد المستعمر الفرنسي ويلي دامت 18 سنة من 1830 لغاية 1848. ومن ضمن الشخصيات المحورية بالفيلم شخصية حاكم الجزائر وقتها الداي حسين، وهو آخر دايات الجزائر بعهد الدولة العثمانية ويلي اشتهر بحادثة المروحة وقت ضرب الداي القنصل الفرنسي بعام 1827، ويلي اعتبر المؤرخون السبب الغير مباشر لاحتلال الجزائر. ولكن الصحافة الجزائرية والسوشيال ميديا هجمت صناع الفيلم بشدة من بعد الإعلان عن قيام الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بدور الداي حسين من بعد اتهامه بقضية اغتصاب. أعتقد أنه أكبر خطأ ارتكبته المنتجة هو جلب جيرار ديبارديو في هذا التوقيت بالضبط، كأنها تتحدى العالم وتقول لا أكترث إلى هذه الموجة، موجة يعني التي اجتاحت هوليود، يعني قادم من فضيحة، يعني من تهم الاغتصاب التي لا يتم التسامح معها ليس فقط في فرنسا ولكن في السينما العالمية. أعتقد أن هذا الفيلم ولد ميتا داخليا وخارجيا في ظل الظروف التي تحاصره. لكن منتجة الفيلم رفضت تماما كل هالاتهامات وأصرت على استكمال جيرارد ديبارديو التصوير. أنا التي اخترت الدور وقلت له تأخذ دور داي حسين. اتفاق مع هذا الممثل كان من 6 أشهر. يا جماعة لا بريزومبسيون دينوسانس، هذا تحقيق. كيفاش هاد الناس ولاو نواب عمون؟ قبل ما يحكم القاضي هم حكموا على هذا الشخص. كنا نعمل أفلام كثيرة لكن الأفلام لم يراها ولا أحد، لم تخرج حدود الجزائر. حاليا وزارة الثقافة عندها استراتيجية، فيلمين كبيرين تضع فيهم كل الموارد، تضع فيهم كل يعني الأشياء لنجاحهم. من بين الأشياء لما أنت تحب تصدر فيلم وتوزعه، وش هي؟ جيب مخرج عالمي، جيب انت تدافيش. احنا جبنا مخرج ايراني معروف لكنه ليس معروف عالميا، وجبنا تدافيش هو جيرار ديبارديو، ولن نجد احسن من جيرار ديبارديو باش نصدر الفيلم تاعنا وباش نوزع الفيلم تاعنا. كمان شافت انه تجربته مضمونه النجاح اسوه بفيلم عمر المختار. يعني هل يمكن أنت تقول للدولة اللي اختارت أنتوني كوين أنه يلعب دور عمر المختار تقول لهم ليش اختاروا؟ لكن لما تعرف أن عمر المختار ترجم إلى أكثر من 17 لغة وشاهدوه أكثر من 65 مليون مشاهد، تعرف أن هذا الذي فكر وهذا الاستراتيجي الذي برمج يعرف لماذا برمج. وبكواليس ديكور قسطنطينة القديمة شفنا ديبارديو وهو عم بيجسد أهم مشهد لدي حسين بالفيلم. سوف ترون الأشياء التي سيتفوه بها ديبارديو، أشياء قالها أنذاك داي حسين لدوفال
سفير الفرنسي ما يعرف بحادثة المروحة، وقالها لقنصل سردينيا لما جاء يتكلم له على الشروط، يقول له إذا أردت أن الأسطول ينسحب ها هي شروط فرنسا 1 2 3 إلى غاية 9 شروط. لما يتفوه فرنسي اسمه جيرار دي بارديو عن الاستعمار بصفة عامة في إطار جيوستراتيجي حالي تعاد فيه خريطة الدول العربية وتقصير الدول العربية، يقولها للفرنسيين ويقولها لكل الدول المستعمرة ولكل الدول التي تريد أن تشتت الوطن العربي. هذه الرسالة. أحداث كتير حصلت في الوسط الفني الفترة الأخيرة، خاصة الكم الكبير من الأعمال المصرية المرشحة للجنة الأوسكار المصرية. الناقد الفني رامي عبد الرازق اختار لنا أهمها وقرر إن هي تكون محور حديثه معنا. أول المواضيع اللي تطرقنا ليها كانت تخص السينما والنجوم اللي قدموا أعمال في الموسم السابق زي محمد رمضان، تامر حسني، يوسف الشريف، واللي كان ليه نقد قوي عليهم. نقدر نقول إن جماهيرية محمد رمضان اتأثرت بشكل كبير جدا، مش من وقت الديزل في موسم عيد الأضحى الحالي، ولكن من وقت ما قدم فيلمه آخر ديك في مصر. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو الحجم الحقيقي لجماهيرية محمد رمضان ولنجاح محمد رمضان. ابنك دخل سكة مش عارف آخرها. هل كان تامر حسني سوف يتصدر الإيرادات في حال وجود ممثلين كبار؟ تامر حسني في رأيي أنه ما بيعتبرش من هؤلاء النجوم، لكن أفلامه بتتصدر وقت ما بتكون إلى حد كبير الساحة. ده بقى اللي أنا باخده أول ما بقلع البدلة. فيلم بني آدم أشبه بفكرة مسلسل تلفزيوني تحولت إلى فيلم، بالإضافة أنه بيحمل قدر كبير جدا من المباشرة ومن الموعظة. وأخليك تنقذ ثروات البلد في أكتر من كده. ولكن على مستوى الدراما التلفزيونية أكتر من فنان بدأ في تحضير مسلسلاتهم، أهمهم كان أحمد السقا واللي أعلن من رمضان اللي فات أنه هيقدم عمل صعيدي لرمضان اللي جاي. أعلنوا أن المسلسل ده هيكون في قالب صعيدي، أنا في رأيي أن ده محاولة للتشبث أو طوق نجاة. احنا الصعيدة نار جايدة ما تطفاش. وكمان شيكو هشام ماجد. تجربة هشام وشيكو في السينما بعد انفصال أحمد فهمي عنهم أنا شايف أنها تجربة ناجحة، في حين أن تجربتهم التلفزيونية أضعف بكتير من تجربة أحمد فهمي، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية لدى هشام وشيكو في التلفزيون. كمان لطيفة واللي هتطلع على جمهورها بعمل تلفزيوني قريب، وماجد المصري اللي هيقدم بطولة مطلقة. قال رامي أكتر من علامة استفهام عليهم. من الغريب ان احنا نسمع خبر ان لطيفة سوف تعيد تكرار تجربة التمثيل. لطيفة مطربة رائعة، مغنية على درجة عالية من الإحساس والقدرة والموهبة، لكن ليس هذا بالضرورة معناه انها ممثلة جيدة او انها تصلح للتمثيل، وهذا لا يعيبها على الإطلاق. سامحتني. المهم انت سمحتني. ماجد المصري ممثل جيد جدا على مستويات كتير ولديه امكانيات جيدة، تقديم البطولة المطلقة ده تحدي كبير جدا. مفيش جديد، والجلسة بعد بكرة وهيتحكم فيها. وكمان رأيه في الخمس أفلام اللي هيمثلوا مصر في الأوسكار، وهم يوم الدين، أخضر يابس، تراب الماس، وفوتوكوبي، وزهرة الصبار. في رأيي ان اكتر فيلمين عندهم فرصة للمنافسة العالمية هم فيلم يوم الدين وفيلم زهرة الصبار. سين ايه اللي هنروح في الحر؟ معلش المشوار صغير لازم اقضيه. ونجاح الفيلم اللبناني كفر نحوم والمستوى العالي اللي وصلت ليه السينما اللبنانية. ليس غريب على فيلم زي كفر نحوم اخراج نادين لبكي انه يشترك في مسابقة مهرجان كان. نقدر نقول الحقيقة ان الفيلم اللبناني استطاع ان هو يسبق الفيلم المصري على مستويات كتير، خصوصا في مسألة التمثيل الدولي. تجرومي للأحداث. انت موقوف تاريخ 15 حزيران وبتنفذوه بعارف ليه؟ واضح ان حضور الفيلم العربي في الدورة 43 للمهرجان اقل من الدورة اللي فاتت،
وده لأنه بيقتصر على مشاركة 3 أفلام بس من مصر ولبنان وتونس، بس طبعا بنتمنى لهم جميعا التوفيق. لكن دلوقتي معنا يا جوري. دلوقتي يا خليل هنروح على لبنان، ونقدر نقول إن خلاص الحظ لعب مع داليدا خليل، لأنها بعد احتفالها بفيلمها منك أنت بتستعد كمان لتصوير فيلمها الجديد مع زياد بورجي اللي بعنوان مهراجة، بس ده على مستوى التمثيل. لأنها على مستوى الغنى اعتبرت من يومين بالطرح أحدث أغانيها واللي شاركها فيها بالكلمات نزار فرانسيس وألحان ميشيل فاضل، كمان انتهت من تصويرها مع المخرج زياد خوري. قدرت داليدا خليل من خلال أغنيتها الجديدة وردة وردة إنها تثبت بالفعل إنها فنانة شاملة. أنا عم بعرض حالي كفتاة استعراضية بتمثل وبترقص وبتغني بنفس الوقت. هالمرة هالمرة بدي بتأمل بعيونك حتي. واحتفلت داليدا مع أصدقائها بأول تجاربها في عالم الغناء بعد مشوار مهم في التمثيل والدراما، ولما سألناها إذا كانت الأغنية دي بتعبر عن حالة حب جديدة كانت جداً خجولة. ما بحب فوت بخصوصياتي ولا بحب أحكي عن برايفت لايف تبعي. وقام بإخراج الكليب بزياد خوري واللي كان راضي جداً عن التجربة بشكل كبير. تجربة كتير حلوة صراحة، تجربة كنت أخترها من زمان. كتير مرتاح مع داليدا لأنه فنانة إذا بدك عارف شو عم تعمل، عارف شو بدها، عارف شو بيلبقى لها شو ما بيلبقى لها. الكاميرا كتير بتحبها. داليدا في الكليب بست لوكات مختلفة بتوقيع الستايلس سيدريك حداد. بتشوف مثلا ثياب الرقص اللي بتشوفهم باللاتن دانس بالبول روم، الفستان الطويل، الفستان مثلا الواسع اللي بتطير هي وعم ترقص، يعني كان في امكس بالستايل وبالالوان كمان. عم تغفى والحب بجنون. وكشف لنا شاعر الأغنية نزار فرانسيس عن رأيه بداليدا وفي الأغنية. داليدا نجمي بكل معنى الكلمة، والغنية عملت على قياس داليدا خليل، على قياس هضامة داليدا خليل ونجوميتها. عم تغفى. وشارك داليدا فرحتها كتير من الفنانين وكان منهم مارك حاتم. مبروك كتير لداليدا، غنية بتعقيد، ميوزك فيديو كتير حلو وعبال الألبوم. الفنان سعد رمضان فكان ليه تهنئة خاصة جدا. بدي أقول عن جد مبروك، وأنا قلتها لكل المقابلات وبعنيها الموضوع أنه ما في تجربة فاتت فيها داليدا إلا كانت مش بس ناجحة، هي حتكون من الأوائل. بدي أقول مرسي كتير كتير لسعد، لأنه بالفعل لو ما عزيزة على قلبه لو ما بحبني ما أجا تشاركني هالفرحة. وانتهزنا الفرصة وسألناهم عن إمكانية عمل ديو مشترك بينهم. يا ريت بيطلع لي ديو، نحن أوريدي جربنا شي صغير مع بعض. على غيري لولا سلم قالوا لي إنك سلم، وحياتك بنكر إيدي بنكر حياتك.